النهارده كان عندنا مباراة تاريخية في الكرة النسائية. مباراة سجلها التاريخ في موسم هو الأول لدوري الكرة النسائية على مستوى المحترفين. قصة الكرة النسائية مع الأهلي والزمالك جاءت بالإجبار. يعني أجبر ليه؟ لأن خلاص الاتحاد الدولي بعت رولز معين بشروط معينة، الأندية التي لا تستوفي هذه الشروط تحرم من مشاركات قارية ومشاركات عالمية ولا يكتمل ملفها الاحترافي، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون عندك فريق كرة نسائية. الاتحاد المصري لكرة القدم أطلق مسابقة الكرة النسائية هذا الموسم، وطبعا وجود الأهلي والزمالك اداها روعة. طبعا خلينا نقول ان يمكن دينا الرفاعي والناس في اتحاد الكرة عندهم فشل ذريع في الكرة النسائية. يعني دينا الرفاعي عندها فشل كبير جدا في الكرة النسائية، يعني لا تتخيله ولا حتى تتعامل مع الإعلام، كل همها سفريات وخلاص. ولكن عشان بس نتكلم على نجاح مسابقة يبقى بنتكلم على وجود أهلي وزمالك. إن لم يوجد، على فكرة الدوري ده بيتلعب كل سنة، كلها لاعبات كسر ودرجة رابعة، وبنصرف ملايين في الكرة النسائية الفاضي ومحدش عارف له قلبة من عدلة فيها، واسمها المشرف دينا الرفاعي، ولا تفهم حاجة أنا كعبد الناصر، ولا فاهم حاجة من دينا الرفاعي، ولا عارف كنا بنعمل إيه في الكرة النسائية. ولازم أبدأ بهذا النقد البناء، لأن مش عايز روعة مباراة الأهلي والزمالك تنسينا إن إحنا عشنا مرحلة من الفشل الذريع مع دينا الرفاعي في الكرة النسائية. عشان بس احنا داخلين على انتخابات ولازم نتكلم لوجه الله. النهاردة مباراة الأهلي والزمالك ادت انطباع رائع عن الكرة النسائية، وكان في شغل جامد جدا. ده الهدف الأول للنادي الأهلي، فأنا مش عايز أنسب ده إلا لكرة القدم المصرية واتحاد الكورة. لا تقول لي بقى دينا الرفاعي ولا مش عارف ايه، ما احنا لينا 3 سنين مع دينا الرفاعي ما شفناش اي حاجة خالص في الكرة النسائية. فالنهاردة بنحيي الاهلي والزمالك انهم احيوا حاجة اسمها كرة نسائية، وبشكر المتحدة على نقل المباراة، وكمان الدكتور أرئ الأدور اللي كان متألق جدا في التعليق، قال يا واد يا واد يا واد، وفي الاخر قال يا واد ايه، يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت، مع كل هدف. النهاردة النادي الأهلي قدامكم وعلى ملعب نادي الزمالك استطاع أن يحقق فوزا تاريخيا. ليه تاريخي؟ لأن دي أول مباراة في تاريخ الفرقتين. الأهلي فاز 2-1 في المباراة اللي جمعت ما بين الأهلي والزمالك في الزمالك بميت عقبة في إطار الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري للسيدات، وهي المواجهة الأولى تاريخيا، عشان كده خلاص التاريخ كتب. قدامكم كان الهدف الأول وده الهدف الثاني. الهدف سجلت تشارتي روبن لاعبة الأهلي الهدفين في شباك نادي الزمالك. الهدف الثاني قدامكم وفرحة الهدف الثاني. الهدف الأول جه في الدقيقة 43 والهدف الثاني جه في الدقيقة 73، وده هدف الزمالك الوحيد على فكرة، وهدف كان رائع، يعني هدف رائع جدا هدف الزمالك. الزمالك قلص الفارق عن طريق سيبستيا كوي لاعبة الزمالك في الدقيقة 92. نور خالد لاعبة الأهلي حصلت على أول بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم النسائية في النادي الأهلي بعد التدخل بعنف مع لاعبة الزمالك. طبعا انتوا عارفين شايفين هو بننفرد معاكم بالفرحة، شايفين دي لقطات خاصة لينا لأن كنا مهتمين جدا بالتغطية. بشكر فريق العمل. واحنا بنتكلم كابتن وائل السيد مساعد رئيس جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي. يا كابتن مساء الفل. مساء الفل يا أستاذنا، وإزاي حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيب. يعني مباراة تاريخية وأداء رائع، وشكل الأهلي والزمالك الأول قبل مجدك للأهلي كان رائعا في هذه المباراة وعملت حالة. وعشان كده دايما بنقول العظيمين الكبيرين الأهلي والزمالك هم كرة القدم في كل شيء. يعني الكرة النسائية عندنا متراجعة ولا بنسمع عنها ولا ليها لازمة، لعب الأهلي والزمالك فتحدث العالم العربي.
النهارده مباراه الاهلي والزمالك هتغير خريطه الكره النسائيه في مصر. صح. فدي البدايه. يعني مباراه الاهلي والزمالك النهارده دي بدايه الكره النسائيه الحقيقيه نحو العالميه او نحو التطور اللي حصل. ال 20 سنه اللي فاتت كان في بعض الانديه وبعض بيشقوا ومفيش تغطيه ومفيش انتشار للعبه ومفيش جماهيريه للعبه. وجود الاهلي والزمالك في اللعبه دلوقتي، اللعبه هتخش في مكان تاني في الفتره القادمه، خاصه ان العالم كله دلوقتي الكره النسائيه بقى ليها اهميه وليها بطولات كتير، والقاره الافريقيه دلوقتي بقت مهتمه، بقى في بطولات شمال افريقيا وفي دوري الابطال الافريقي، في تصفيات كاس عالم، وفي منتخبات بتتعمل. فالكره النسائيه في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه بوجود الاهلي والزمالك هتغير الخريطه وهنوصل لمستوى اعلى في الفتره اللي جايه. كابتن وائل تشارتي روبن يعني ظهرت ولاعبه متميزه جدا واحرزت الهدفين، وكل كان قبل المباراه متوقع ان الاهلي يفوز باسكور كبير. الفرقه دي كونتوها ازاي؟ بص حضرتك، احب اشكر طبعا الكابتن محمود الخطيب باصدار تعليمات بعمل فريق كره نسائيه، كلام وعين نجم كبير زي الكابتن شادي محمد على راس الجهاز الفني للكره النسائيه. دي كانت اول خبطه او اول قرار بوجود نجم كبير زي الكابتن شادي. طبعا الكابتن شادي درس الموضوع وبدا يتعاقد مع بعض المدربين ذو خبره في الكره النسائيه، بدا يتعاقد مع اللاعبات، بدا ياخد اراء، وجاب مدير فني على اعلى مستوى مستر ديمتري. بدا مستر ديمتري وهو جاي برده بدا يتعرض عليه محترفين، اختار الراجل الثلاثه اللي هو اختارهم اللي هو العدد المسموح به في الدوري. احتاج اللي هو اللي احتاجه هو جابه مع اللاعبات المصريين المميزات اللي في الفريق. كنت متابع على الصفقات لحظه بلحظه. المدير الفني كمان واضح انه فاهم جدا، ومستر ديمتري لوبوف. وعايز اسالك سؤال الراي العام بيساله، هل فريق الكره النسائيه داخل في القطاع الاستثماري او هناك مستثمر او رعاه مشاركه مع النادي الاهلي، ولا ده كلام سوشيال ميديا؟ لا لا، كلام سوشيال ميديا، ده كلام النادي الاهلي، ما فيهوش اي استثمار خالص. كلام من اداره النادي الاهلي، ان كل اللي موجود محترفين، كل عقود اللعيبه محترفه، ما فيش حاجه استثمار خالص، كل واحد ليه عقده، كل واحد ليه نظامه، ما فيش الاستثمار ده خالص، ده كلام مش مظبوط. اخيرا عمر ما يعمل الموضوع ده خالص يعني. اخيرا جات لنا لقطات بمنع الجماهير، كان عندكم مجموعه من اللاعبات وجماهير كثيره ولكن منعوا من الدخول في نادي الزمالك. خلينا بس عشان نبرئ ساحه نادي الزمالك يا جماعه، البطوله هذا الموسم بدون جمهور، وبالتبعيه الامن كان ينفذ قرار الاتحاد المصري لكره القدم، سواء الامن الداخليه او امن نادي الزمالك يا كابتن وائل. عاوز اقول لحضرتك او اوضح صوره كويسه بس عشان الموضوع دخول الجمهور او عدم الجمهور. جمهور الكره النسائيه هو اولاء امور اللاعبات. لسه ما دخلش الجمهور اللي هو بيجي للاعبات. فاحنا منعنا اولاء امور وبعض صادقات اللاعبات عن يتفرجوا على اصحابهم، ده جمهور الكره النسائيه. لو رجعنا لنادي الزمالك، هو نادي الزمالك ما فيش مدرجات حول الملعب. فبرضه كان في، بس في ناس دخلت كتير اولاء امور من ناحيتين، بس طبعا زاويه الرؤيه للمباراه كانت صعبه شويه. انا بس حبيت اقول اللقطات، يمكن انا حتى ما رضيتش ازيحها لان مش عايز روعه اليوم يعني يكسوه عكره، لان لا خالص خالص. اليوم كان رائع جدا يا كابتن. طبعا يوم جميل، يوم تاريخي، يوم زياده لكره النسائيه، حتى الناس اللي تعبت السنين اللي فاتت، ده اليوم النهارده بيزود اللعبه وبينتشرها اكتر يعني. طيب اخيرا رودينا عبد الرسول، الزمالك تقدم بشكوى رسميه ستصل للاتحاد الكوره خلال ساعات، طبعا اجازه سبت وحد. قالوا فيها
ان مجلس اداره الزمالك قدم احتجاج بسبب رودينا عبد الرسول لاعبه الاهلي اللي شاركت في قمه اليوم وانتهت بفوز الاهلي 2-1. قالوا لنا في الزمالك ان تم قيدها بعد انتهاء فتره الايقاف الخاصه، عدم انتهاء فتره الايقاف الخاصه بها، يعني كانت موقوفه ولعبت وهي موقوفه وبالتالي لا يحق لها المشاركه. ردك وانا جالي دلوقتي انفراد مهم جدا، خطاب من الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي بيقول عكس هذا الكلام اللي بيتقال من الزمالك. بقول لحضرتك على حاجه، اي نادي محترف وخاصه الانديه الكبيره وخاصه النادي الاهلي لما بيجي يتعاقد مع اي لاعبين سواء في فريق الرجال او فريق النساء اللي هو لسه حديث، بيتم عمل فاكس ان اللاعبات دي او اللعيبه دي بيبعتوا لاتحاد الكوره اللعيبه دي عليها اي وقف ولا اي غرامات ولا اي حاجه، ده من خلال التعاقد. فاتحاد الكوره بعت ان مفيش حد من التعاقد اللاعبات اللي عندنا عنده وقف ولا حاجه، عشان لو كان عنده وقف ولا حاجه احنا اكيد ما كناش هنبدا بيها المباراه او ما كانتش هتلعب. خليني انفرد معاك يا كابتن وائل، كمان معانا الخطاب يا ريت تطلعوه يا شباب على الهوا. اتحاد الكوره صادر رقم كذا 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 في 12 يعني اول امبارح، الساده النادي الاهلي عناية المدير التنفيذي، الموضوع قدامنا على الشاشة، انفراد لينا، العقوبات الموقعة على لاعبات الفريق الأول للكرة النسائية. تحية طيبة، وبعد بالإشارة لخطابكم الوارد إلينا بتاريخ 26/9/2024 والمتضمن طلب إفادتكم بالعقوبات الموقعة على لاعبات الفريق الأول بدوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2022/2024 والسارية موسم 24/25، نفيدكم بالآتي: نور محمد إدريس لا يوجد عقوبة، رودينا عبد الرسول يحيى لا يوجد عقوبة لغاية باقي اللعيبة كلهم علشان خاطر العدد كبير والوقت. بس ده مستند سبق وانفراد يا كابتن وائل، حتى على فكرة أنا جايبه من اتحاد الكرة مش من عندك. ما هو ده الطرق كده الشرعيه اللي فيها كده. حضرتك اي نادي وخاصه النادي الاهلي مش هيغلط الغلطه ان يقول بيلعب حد موقوف، ده نادي الاهلي نادي كبير في مصر، فاجراءات الكيد واجراءات الاداريه فيه تبقى على اعلى مستوى من الدقه يعني. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. تحياتي ليك ومليون مبروك للنادي الأهلي وكل التحية بصراحة. بصوا يا جماعة، يعني إحنا كان معانا رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي ونائب رئيس جهاز أو النائب المشرف العام على الكرة النسائية في النادي الأهلي. دايما وأبدا التعاون المحترم ما بين المصادر وما بين البرامج وما بين الإعلام وما بين سواء كان مسموع أو مقروء أو مرئي بيثمر عن شكل حلو بيطلع، لأن كلنا مهما كانت الأمور بنتعاون. يعني بص، أنا أكثر انتقادا وحدة للأهلي خلال الفترة اللي فاتت، حتى عايز أقول مش انتقاد، كان هجومي لازع على الكابتن محمود الخطيب بسبب الخروج بسبب الهزيمة من نادي الزمالك. يعني احنا بنفرق ما بين فرحة الزمالك وانتقادنا للأهلي، وأنا كنت يمكن من القلائل اللي هاجموا حاجات كثيرة جدا من قرارات الكابتن محمود الخطيب التي سبقت السوبر الإفريقي. النهارده لما تيجي تتكلم مع الناس في النادي الاهلي ويسمح لنجومه ومسؤوليه ان يطلعوا معاك، بس دي رساله للكابتن حسين لبيب في نادي الزمالك، لان لا يمكن ان تطلب تعاون من احد وانت كل ما حد يكلم حد يقول لك لا مش هطلع، وتبص تلاقيه طالع في مكان تاني يرد على الموضوع اللي انت كنت بتساله عليه، عشان بس النقطه دي شائكه وماليه سوشيال ميديا. عبد الناصر بيهاجم الزمالك، عبد الناصر الوحيد اللي هاجم الاهلي والكابتن محمود الخطيب في مصر بعد الخروج من السوبر الافريقي او بعد الهزيمه من الزمالك وخساره السوبر الافريقي. لكن محدش بيذكر لك الخير، ناس ما عندهاش ضمير ولا عندها واعظ من خير وبتقلب الحقائق وتنقل بالباطل على السوشيال ميديا. ومع ذلك شوف انا قلت ليه ده، عشان احيي الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، لانك ما ان طلبت اي حد الا ويرد عليك، ما ان طلبت اي نجم الا الكوره يقول لك في لائحه انا موافق انه يطلع معاك، بس اتفق معاه مع احترام نسبه الاهلي طبقا للوائح المنظمه. شوفوا هو عايز ياخد منك كم فلوس ونسبه النادي الاهلي تورد حسب اتفاقكم مع بعض.
لكن ما عدا ذلك في اي حاجه بتحكمك لوائح ويحكمك احترام. حتى وانا بنتقد المنظومه الاعلاميه والاستاذ جمال جبر، لا انكر التعاون والاحترام المتبادل بيننا وبينه، وانا اكثر الناس هجوما على الاستاذ جمال جبر رئيس المنظومه الاعلاميه خلال الفتره اللي فاتت، وخصوصا بعد اشاعات بند 8 سنوات. ولكن لما بيكون في شيء لابد ان نعطي كل ذي حق حقه. بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على التعاون المستمر مع البرنامج، واكد ان احنا دائما يعني احنا طلبنا المسؤولين في الزمالك يا كم تردوا على موضوع الاحتجاج اللي انتم مقدمينه، وقلت انه الحكم كان سيء وجمل الاهلي في اول مباراه كره نسائيه في التاريخ، واخد بالك انت؟ قال لك لا، طلبنا الاهلي وفروا لنا طبقا لمين اللي هيتكلم. ممكن تلاقي شادي محمد في قناه تانية، معايا الكابتن وائل كان هنا، فلان كان هنا، دي حاجات يحكمها الناس، لكن بيوفروا لك اللي يجاوب لك على الاسئله، وده حق المعلومه. لكن انت امتنع من غير اي اسباب تذكر، لازم كل الناس تعرف ان ما ينفعك يبقى في حد متعاقد مع قناه ومش مصريه عايز كل حاجه تبقى احتكار ليها. وافضل اتكلم في الموضوع ده لان حق المعلومه كفلوا ليا الدستور، فمحدش يجي يعمل يتحايل على الحقائق ويقول لك عبد الناصر ضد الزمالك. انا مساند قوي للزمالك، وافضل اقول عملت ليله بالطبل البلدي ما اتعملتش في تاريخ الزمالك ولا في قلب قناه الزمالك، لان ده المهنيه والاحترام. ومين اصلا يقدر يعني يهد الزمالك ولا يبقى ضد الزمالك؟ ده كلام هراء. ولكن انت شايف رؤيتي، انا بطلب كل الناس في الزمالك مع كل معلومه، ولما بتيجي معلومه بقول قالوا يا فلان في الزمالك، هو مش عايز يرد خلاص هنعمل له ايه؟ لكن ما يصدرش مشهد ان عبد الناصر زيدان مش وراه غير ان يساند الاهلي وانه ضد الزمالك. هذا عوار اعلامي داخل المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك، لان مش معايا انا بس، مع كثير من زمايلي. وانا حبيت اوضحه لان في ناس كتير ما عندهاش ضمير ونزلوا تليفوناتي على صفحات السوشيال ميديا ويقولوا للناس اهو تابعوه. طب يا ترى ما شافوش الثلاث اربع حلقات اللي فاتوا واحنا بننتقد الاهلي بقوه؟